مورال هو اسم لتطبيق اجتماعي بيحارب التنمر الإلكتروني، فزي ما عارفين أن السوشيال ميديا رغم فوائدها الكثير لكن ما بتخلو من التنمر والمضايقات والإزعاج والاحتيال وهذه الأمور كلها. والآن مفترض أن هذا التطبيق ناوي يحاربها، فهو بيضم مجموعة من المستخدمين من الأصدقاء يشجعوا بعض ويخلقوا جو من الدعم، يعني مثلا يرسلوا تحيات وتهنئات، يعطوا لايكات، يكتبوا تعليقات حلوة ولا نكت ولا مجاملات. لكن كل مستخدم يقدر يرسل ويستقبل في اليوم ما يصل لخمس رسائل تعطي دعم نفسي، ولو في أحد من المستخدمين رمى كلام سلبي أو سيء فطبعا على طول يقدر الشخص أنه يحضره ويمنعه من إرسال رسائل له. هذا الاختراع جاء في بال المؤيد لحقوق الصحة العقلية ألدوين بوسكان، اللي صمم التطبيق بناء على تجربته الشخصية وأنه كيف محادثاته مع أصدقائه رفعت من روحه المعنوية. والآن التطبيق متوفر على أجهزة الأندرويد والأبل لكنه متاح فقط بالدعوة، يعني لازم شخص يكون عنده التطبيق ويدعوك لتجربته. التطبيق فكرته غريبة وأصعب من أنها تتصدق، يعني هل معقول أنه في شخص يشترك في أبليكيشن عشان يسمع إطراءات ومديح من أصدقائه لمجرد أنه يرفع روحه المعنوية؟ لا، ولا أسوأ مثلا أنا اللي أرسل لهم الإطراءات يعني عشان نريحهم نفسيا. وهل معقول أنه يكون في تطبيق قد كده تكون فيه الحياة فيه وردية؟ كالعادة نحن سألناكم عبر حسابنا على تويتر، هل برأيكم ممكن ينجح هذا التطبيق في تحقيق هدفه وينتشر بشكل واسع؟ 77% منكم أجابوا بأنه لا، قال هذا التطبيق حيفشل، أما البقية 22% فأجابوا نعم وعندهم تفاؤل أنه التطبيق حينجح.